حبايبنا المشاهدين اهلا بيكم. ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا من شركة ناسينج، هو الناسينج سي ام اف فون 1. الموبايل ده نازل بحاجة عمركم ما شفتوها في اي موبايل تاني، هو ان انت تقدر تاخد الظهر تفكه وتغيره بشكل تاني او حاجة تانية او بلون تاني. يعني الظهر عندي هنا مش ثابت زي اي تليفون، لا تقدر ان انت تفكه وتغيره بحيث ان انت تخلي شكل الظهر او شكل التليفون مختلف. خليكم معانا لاخر الفيديو عشان تعرفوا ايه هي مميزات الموبايل الجديد. نتكلم على الشاشه في الموبايل ده، فهي شاشه اموليد، القياس بتاعها 667 من 100 بوصه، والدقه بتاعتها 2400 في 1080 بيكسل، الجوده بتاعتها فول اتش دي بلس، كثافه بكسلات 395 بيكسل لكل بوصه، واقصى درجه سطوع للشاشه دي هو 2000 شمعه، معدل تحديث 120 هرتز، والشاشه دي بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس. فالشاشه كمجمل هنا في الموبايل ده شاشه كويسه جدا. لو هنتكلم عن تصميم الموبايل هنا، فالظهر جاي من البلاستيك او في نسخ جاية من الجلد. الموبايل عندي مقاوم للرذاذ المية والغبار بشهادة IP52، وزي ما قلنا الظهر تقدر تفكه وتغيره عشان تقدر تغير الظهر لأكتر من لون. وزن الموبايل زي ما قلنا 197 جرام او 202 جرام للنسخة الجلد. الموبايل بيدعم شبكات الـ5G، وتقدر تركب كارت ميموري بس للأسف مكان الشريحة التانية. والمعالج اللي موجود هو من شركة ميديا تك، هو الدايمنستي 7300، ده معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو المالي جي 615 ام سي 2. المعالج هنا معالج كويس وهيسد معاك. السوفت وير اللي موجود في الموبايل ده هو اندرويد 14، وده احدث حاجة موجودة حاليا. الموبايل نازل بأكتر من نسخة وأكتر من إصدار، في ال 128 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 6 جيجا رام، وفي ال 128 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، وفي ال 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام. البطارية عندي 5000 ملي أمبير مع قدرة شحن 33 واط. أما الكاميرات فالكاميرات الخلفية هما كاميرتين، الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.8، والتانية 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4، ودي بتاعت العزل. الكاميرات الخلفيه بتدعم ال HDR والبانوراما، وفيها فلاش وبتصور معاك فيديوهات لحد 4K. الكاميرات الاماميه او هي واحده بس، هي 16 ميجا بكسل فتحه عدسه F2.0، وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080. الموبايل هنا للاسف ما فيهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، السماعات مش ستيريو، سماعات مونو، للاسف ما فيهوش ان اف سي. عندي في بصمه تحت الشاشه، عندي في فيس انلوك. الموبايل نازل عندي بثلاث الوان، هو الاسود والاورنج اللي هو اللون البرتقالي واللون الاخضر. سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده اللي النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بحوالي 260 دولار، والنسخه اللي هي ال 256 و 8 جيجا رام بحوالي 300 دولار، والنسخه اللي هي ال 128 و 6 جيجا رام دي مش عالميا، دي نازله في الهند بس. الموبايل ده نازل في السوق السعودي للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام ب 800 ريال سعودي، والنسخه اللي هي الاكبر اللي هي 256 مع 8 جيجا رام ب 1100 ريال سعودي. وفي الامارات النسخه اللي هي 128 و8 جيجا رام ب 750 درهم، والنسخه الاكبر اللي هي 256 و8 جيجا رام ب 1000 درهم. طيب سريعا كده اهم عيوب ومميزات الموبايل ده. طب ايه هي مميزاته؟ مميزات الموبايل ده طبعا اول حاجه ان انت تقدر تغير الظهر وتغير الوان الظهر كله، تفكه وتغيره وتركبه. عندك الشاشة، شاشة مميزة جدا، عندك أحدث سوفت وير موجود، والشركة هتديك تحديثات أندرويد لمدة سنتين وتحديثات أمنية لمدة 3 سنين. عندك برضه معالج قوي اللي هو الدايمستي 7300، عندك الكاميرات هتديك أداء كويس، عندك بطارية كويسة 5000 ملي أمبير، مفهوش مقاومة كاملة للمية والغبار، عشان تركب كارت ميموري لازم تركبه مكان الشريحة التانية، مفهوش سماعات ستيريو، مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، مفهوش ان اف سي. كده قلنا لكم كل حاجه عن الموبايل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.